وصلنا لفقرتنا الأولى، فقرة حائط صد. مضطر والله العظيم، انا كنتش ناوي افتح الموضوع ده، ولكن مضطر ان انا اتكلم مره تانية عن التحكيم. امبارح كان في حوارين الحقيقه، والحوارين كانوا في وقت واحد، تحس ان هم طالعين لبعض. واحد لفيتور بريرا كان مع الاعلامي كريم رمزي على القناه الاولى، وعامل كريم عمل حاله رائعه الحقيقه في القناه الاولى، وايضا عمل حوار رائع مع بريرا. وحوار تاني في نفس الوقت مع كابتن جمال الغندور مع الاعلامي سيف زاهر في قناه اون سبورت، وسيف برضه عمل حوار رائع الحقيقه. هبدا بحوار كابتن جمال. على فكره انا واحد من اكتر الناس، يعني انا اشتغلت مع كابتن جمال وكان ليا الشرف في اول ظهور اعلامي ليا سنه 2012 او 2013 مع هذا النجم الكبير كابتن جمال الغندور اللي انا بحبه جدا 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 وبعزه جدا جدا وبقدره جدا. وهو من الحكام القليلين اللي وصلوا للنجوميه واللي وصلوا انت تتكلم على حكم نجم، حكم في كل بطولات العالم تقريبا، يعني حتى بطوله اوروبا. ولكن كابتن جمال وهو بيتكلم امبارح كان في كلامه نوع من الحده، وبعدين قال كلمات أو نقاط ما ينفعش تتفوت. أولا فكرة إن فترة كابتن عصام عبد الفتاح أحسن من فترة بريرا، هي فين فترة بريرا أصلا يا كابتن جمال؟ ده أنت اللي علمتنا الكلام ده، دول 3 أسابيع يا جماعة. على فكرة أنا لست من المساندين لبريرا، أنا من المساندين للخبير الأجنبي في هذا المكان. لما يبقى عنده أخطاء في هذا البرنامج أول واحد بيطلع ينتقد هذا البرنامج. ولكن معلش يا كابتن جمال، انا شخصيا اتعلمت من حضرتك ان انا لازم اصبر، وعلى التحكيم تحديدا قعدت مع كابتن جمال كتير، لان انا كنت ببقى في الاستوديو التحليلي وكابتن جمال الغندور، كنت في قناه القاهره والناس ساعتها، كابتن جمال الغندور كان بيبقى هو الخبير التحكيمي في الفقره بتاعه التحليل، فكنت بقعد معاه وقت طويل جدا، فيقول لي دايما، كان يقول لي كده، يقول لي اسلام الحكام لازم نصبر عليهم 10 ودوري كامل كمان، كان بيقول لي كده كابتن جمال. فما ينفع، انا وجهه نظري يا كابتن جمال، طبعا كابتن جمال له مطلق الحريه يقول اللي هو عايزه ويتكلم زي ما هو عايز، ولكن انا بقول يعني وجهه نظري في هذا الامر، ما ينفعش ابدا يا كابتن جمال المقارنه بناء على حاجات حضرتك قلتها لنا اسلام. وبعدين كابتن جمال ركز على رقم هو قاله سواء كان صحيح او لا، ودي وجهة نظر فنية، وجهة النظر الفنية دي كل الفني صح، وخلي بالك كل الفني صح وكل الفني غلط، لأنه في 9 ضربات جزاء لم تحتسب وتلت ضربات جزاء غير صحيحة تم احتسابها. ده اللي قاله كابتن جمال بالمناسبة. طب يا كابتن جمال في كم خطأ؟ طب مش بس خطأ، كم خطأ كارثي في فترات الكابتن عصام عبد الفتاح؟ ما هو أنا لو قعدت والله وجبت السنتين اللي كان فيهم الكابتن عصام اللي انا بحترمه بعيدا عن التحكيم، يعني كابتن عصام بالنسبه لنا برضو، وانا اتكلمت قبل كده وقلت 100 مره لا احد يربط الحياه الشخصيه او الشكل الشخصي بالشغل. انا هنا بنتقد شغل كابتن عصام، مش بنتقد كابتن عصام. فانا هنا ايضا مش بدافع عن بريرا، بريرا يمشي، بس اللي يجي خبير اجنبي. يا كابتن جمال حضرتك تعلم كويس جدا ان مفيش حاجه اسمها روح بروتوكول، حضرتك تعلم كويس جدا واحنا اتكلمنا في هذا الامر مفيش حاجه اسمها احتواء. انا ماليش دعوه بشخص رئيس الحكام، انا بتكلم عن مبدا. كابتن جمال بيقول ان المشكله بتاعت التحكيم مش في الحكام، المشكله ان النظام بتاعهم اتغير فجاه. طب ايه هو النظام يا كابتن اللي اتغير فجاه؟ كان اللي قبل كده ايام الكابتن عصام وما قبله كان نظام تعيينات وقصه التصنيف والعقوبات. طيب هو المفروض لما الحكم يغلط ما يتعاقبش؟ هل ده طبيعي يا كابتن جمال؟ وبعدين يا كابتن جمال حضرتك على الهوا في حوار قلت حاجه انا مش فاهمها الحقيقه وعايز حضرتك تفسرها لي، يعني ايه لما حضرتك كنت رئيس لجنه الحكام وتلاقي حكم عامل خطا
تروح مأجل العقوبة وتقول هو النادي ماله ومال العقوبة وهيستفيد منها ايه؟ اقول لحضرتك انا وجهة نظري هيستفيد منها ايه؟ هيستفيد منها ان الحكم ده عندما يتم عقابه هيحصل ايه؟ هياخد باله ان هو غلط، فلو جه حكم للاهلي مثلا مره تانيه وهو اخطا قبل كده فمش هيخطئ نفس الخطا ده، ممكن يخطئ خطا تاني ولكن مش هيخطئ نفس الخطا ده. وبعدين يا كابتن جمال، هو معنى كده ان كل الحكام تغلط ونأجل العقوبات ويكملوا ويغلطوا عادي؟ وانديه حقوقها تضيع ومسابقات يتم افسادها بقرارات تحكيميه خاطئه؟ ما هو ده يا كابتن اللي كان كل الانديه معترض عليه. كل الانديه معترض عليه. انا بس حبيت ان انا احط بعض الكلمات اللي قالها كابتن جمال في هذا الاطار، وكابتن جمال له كل الاحترام مني تحديدا ومن كل العاملين في مجال كره القدم. اذا كنا بننتقد فاحنا انا هنا ما انتقدتش، انا بقول وجهه نظر البرنامج في الكلام اللي قاله كابتن جمال. على الجانب الاخر بريرا عمل حواره واتكلم عن تدريب 620 حكم في الكورسات اللي عملها، ودافع عن فكره التصنيف للتحكيم، وقال انه لما جه مصر لقى 360 حكم في المستوى الاول فقط. فقال انه ده معناه انه مضطر يدي مباراه واحده لكل حكم في الدوري طول الموسم، وان ده مش منطقي. وقال ايضا بريرا انه يجب ان يكون في تصنيف عشان الحكم يلعب على الاقل 30 مباراه في الموسم. وحلل بعض الحالات التحكيميه واكد ان هو بيعاقب الحكام على الاخطاء، لكن مش من اول خطا ومش من اول عقوبه هتكون النزول للتحكيم في القسم الثاني. يعني هو قال ان انا في بعض الحكام ممكن جدا ينزلوا القسم الثاني كعقوبة ليهم، ولكن ممكن بعد ما يعدي الخطأ الأول والتاني والتالت نعمل كده. وده طبعا وفقا للائحة التحكيم. ده الكلام اللي قاله بريرا. هو شايف أن تقنية حكم الفيديو اتطورت في مصر. مش فاهم بريرا، يعني مستر بريرا أي مجهود بيعمله بريرا لتطوير التحكيم كويس وأهلا وسهلا بيه، ولكن فيما يخص تقنية الفيديو أعتقد إحنا كل مصر شايف أن هناك مشاكل وأخطاء تحكيمية تخص واضحة تخص تقنية الفيديو من أول الموسم. بيني وبينكم أنا لسه برضو تعليقا على الكلام اللي هو بيقوله مستر بريرا، أنا مش شايف أي تطوير. أنا اللي يهمني التطوير على أرض الملعب، التطوير على فكرة مش في مباريات الأهلي فقط ولكن في كل المباريات، في كل المباريات. عندك الاسبوع اللي فات بس ولا الاسبوع اللي قبله خمس ست اخطاء كارثيه كارثيه لا يرتكبها حكم درجه اولى. ولكن على الاقل من وجهه نظري برضو ان بيريرا ما بيطلعش يبرر للحكام الاخطاء اللي هم بيعملوها. وكلاتنبرج نفسه كان قبل المنهج ما بيطلعش يدافع عن الخطا. لكن احنا شفنا في بعض اللجان قبل كده يا كابتن جمال انه بيتم تبرير الاخطاء والخطا بيبقى واضح بالمناسبه. لكن في نفس الوقت الحقيقه سواء بريرا مكمل او في خبير اجنبي تاني انا ما يهمنيش الاسماء، اللي يهمني ان يكون هناك خبير اجنبي يطور بالفعل ويحاسب ويعاقب ونشوف التطوير ده في ارض الملعب في اداء التحكيم المصري. احنا مع الحكام المصريين بالمناسبه، ولكن انا مش مع عوده الاسلوب القديم اللي اتكلم عنه كابتن جمال اللي هو روح البروتوكول. هو انا بقول كلام غلط؟ هو مش الكلام ده مصر كلها سمعته ومصر كلها ضحكت عليه؟ مش مصر بس، لما سالنا الخبراء بره قال لك ما فيش حاجه اسمها روح بروتوكول وما فيش حاجه اسمها احتواء. اتمنى ان الكلام اللي احنا بنقوله ده يجد صدى، لانه الطريقة القديمة اللي بيتقال ان هي الأصلح لإدارة منظومة التحكيم في مصر ده كلامه وكلام الكابتن جمال وكلام مجموعة من الحكام الكبار اللي لهم كل الاحترام طبعا، ولكن أنا بشوف ان ده لأ. احنا ما نسيناش حاجة، وفي دوريات باظت بسبب قرارات التحكيم. وبالمناسبة أنا عامل قبل كده حلقة بس كانت على الشاشة اللي هناك. الحلقة دي
جايبين فيها كل الاخطاء التحليبيه، كانت سنه من السنين، اعتقد السنه اللي قبل اللي فاتت او اللي قبلها كمان. فاحنا عملنا 16 خطا بتقريبا عدد كبير جدا من النقاط عشان مش متذكره، غيروا نتائج المباريات وغيروا الدوري. ده ما راحش للنادي الاهلي اللي كان فنيا مش كويس قوي في الوقت ده تحديدا، ولكن اخطاء التحكيميه كان لها دور كبير جدا جدا. لو عايزيننا نتكلم بهذه ونجي ونرجع الاخطاء ونرجع ونشوف ايام الكابتن عصام كان بيحصل ايه، يعني يكفي ان هو كان قاعد جنب كابتن محمد عادل وهو بيتكلم مع كابتن شوبير ويقول له الاحتواء وروح البروتوكول، وبيتخانقوا وبيبرروا على يعني ايه احتواء. لما سالنا العالم كله قال لك مفيش حاجه اسمها احتواء يا جماعه، مفيش حاجه اسمها روح بروتوكول، مفيش حاجه اسمها روح الفار. اتمنى ان احنا ما نرجعش للكلام ده تاني، مع كل احترامي الشديد والكبير جدا جدا لهذا النجم الكبير كابتن جمال الغندور، وقيمه كبيره جدا وبنحترم كلامه وهو حر يقول زي ما هو عايز، ولكن يعني احنا برضو بنحاول نذكره ببعض الامور اللي قد تكون منسيه. بمناسبه الانتقادات، من يومين ثلاثه او امبارح او اول امبارح بعد ما خلصنا الحلقه خدت عربيه وماشي، وانا ماشي لقيت كابتن شوبير ماشي في الواقف هو وكابتن ابراهيم فايق وكابتن رضا عبد العال وكابتن وكان معانا زميلنا كريم سعيد واحمد ثابت، كانوا ماشيين قبلي يعني، وجي عليهم بعد كده الاستاذ حسن المستكاوي، انا كنت مشيت الحقيقه. فانا لما لقيت هذا التجمع كابتن شوبير بالنسبه لي وبالنسبه لكل انا بحب كابتن شوبير جدا وبحب ابراهيم صديقي العزيز ابراهيم فايق، فنزلت وقفت معاهم شويه، وبحب كابتن رضا طبعا بشكل شخصي يعني بعيدا عن الاراء اللي هو بيقولها كابتن رضا، لانه كابتن رضا اول ما شافني قال لي انت بتقطع فيا وبتعمل فيا، قلت له يا كابتن انا ما بقطعش فيك، انا بقول حقيقه. يعني ايه تطلع تقول يا كابتن رضا على مارسيل كولر ان هو مدرب وحش وهو بقاله سنه او اقل من سنه وخد كل البطولات اللي خدها؟ وقلت له كده في وشه، قلت له يا كابتن رضا انا بحبك كشخص واسلم عليك ونحضن بعض ونبوس بعض وكل حاجه، ولكن عندما يتعلق الامر بكلام هو غير صحيح لازم اقول لك، وبقول لك مره ثانيه اهو يا كابتن رضا الكلام اللي انت بتقوله ده كلام غلط. وكان قدام كابتن شوبير وكابتن ابراهيم وكريم واحمد ثابت كلهم كانوا موجودين. فده اللي انا دايما بقوله، ان العلاقات الشخصيه ملهاش علاقة باللي بيحصل وانتقادنا لأداء البعض. وهنفضل ننتقد بالمناسبة، يعني لو كابتن رضا كان طلع النهاردة، أنا كنت واقف معاه امبارح، لو كان طلع النهاردة وقال حاجة غلط كنت هطلع انتقد الكلام اللي قاله. فكابتن شوبير الحقيقة أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأنه كابتن شوبير دعا من خلال الراديو النهاردة الصبح وكان بيكلمني بالليل بعد الوقفة دي وكلم معايا شوية، وكان بيقول لي إحنا عايزين نعمل القعدة دي بعد كده لكل المذيعين وتبقى قاعدة كبيرة ونبقى كلنا موجودين، كل مرة عندك يا إسلام ومرة عندي ومرة عند إبراهيم ومرة عند سيف ومرة عند فلان ومرة عند علان، بحيث إن نبقى كلنا قريبين علشان صالح الرياضة في مصر. قلت له أنا يا كابتن جاهز، والكابتن النهاردة كابتن شوبير دعا لهذا الأمر من خلال برنامجه في الراديو، وأنا الحقيقة من أوائل الناس أو أول واحد موافق على هذا الأمر، وأدعو الجميع إن احنا نتقابل ولو مرة في الشهر أو مرة كل شهرين ثلاثة نقعد نتكلم ونتحاور ونقرب وجهات النظر، لأنه في النهاية لما كابتن رضا يسمع الكلام ده مني ومن الكابتن شوبير ومن الكابتن إبراهيم ومن الكابتن سيف ومن الكابتن فلان يمكن يغير رأيه. طبعا هو حر يقول اللي هو عايزه ويعمل اللي هو عايزه، وأنا حر أطلع أدافع عن النادي الأهلي وانتقد أداء كلام كابتن رضا عبد العال، الا اتمنى ان هو ياخد باله هو كابتن رضا بيعمل ايه. يطلع يقول لك يا جماعه المدرب ده وحش، ويقعد 3 4 سنين يقول لك المدرب ده وحش، فالمدرب ده بعد سنتين ثلاثه بيمشي 1000000%. فبعد سنتين ثلاثه يقول لك ايه كابتن رضا، شفت بقى انا قلت لكم ان ده لازم يمشي. يا كابتن ما هو بقاله 3 سنين بياخد كل البطولات وبياخد كل حاجه، قلت له الكلام ده على فكره امبارح واحنا واقفين. فالعلاقات الشخصيه ليس لها علاقه بان كل واحد فينا يطلع ينتقد او يطلع يقول رايه في الشاشه. انا بس حبيت برضو ان انا اقول لحضراتكم هذا الامر علشان الرياضه المصريه والاعلام الرياضي في مصر يحتاج بالفعل الى التكاتف من الجميع. الفتره القادمه قد نجد هذا الامر، يا رب ده يحصل خلال الايام القادمه.